وصاروا يلهثون وراء الغرب، والغرب قد خلفوهم وراء ظهورهم. هل هؤلاء الذين أنكروا مثل هذه الشرائع هل تقدموا كما تقدم الغرب تقدما ماديا؟ أبدا، تخلفوا وصاروا عبيدا للغرب، عبيدا للغرب في أفكارهم، في سياستهم، في جميع أحوالهم. والعجب الذي لا ينقضي أن الغرب إذا لفظ الأمر وتقيأ جاء هؤلاء يأكلون قيئة. في أشياء تخلص الغرب منها ومن أوضارها وتركوها، فجاء هؤلاء فتلقوها وتلقفوها وتركوا كتاب الله وراء ظهورهم، نسأل الله السلامة. Here's a question for the audience. Can Muslim women pose in pornographic magazines? No! Yes or no? No! So okay. then why is Imam Sohaib promoting a Muslima in a pornographic magazine? Here's the issue. Did she pose nude in that magazine? I don't know. I didn't look it. Did she? Exactly. You didn't look. Should I open Playboy magazine? You didn't Should I do open research. Playboy magazine? You didn't Should do I the open research. Playboy magazine? Before you criticize, should I open Playboy magazine and see if she's naked or not? The man just admitted that he did not do the research. You know why? Yeah, I didn't. She open did Playboy an Playboy interview magazine. For the magazine, like Malcolm X did an interview for the same magazine. She did an interview for the magazine, like Malcolm X did an interview for the same magazine. الذين ينادون بالاختلاط ويدعون إليه أغلبهم من دعاة النار، وربما كان بعضهم جاهلا مقلدا لا يعي ما يقول إلا التقليد والنعيق كما يقول غيره. You are in her pictures in the magazine. So with proper hijab on, absolutely. وصفة الحجاب الشرعي أن يكون ساترا من حيث الطول، أي سابغا تجره في الأرض. قالت المرأة: يا رسول الله، كم تجر المرأة ذيلها؟ قال: شبرا. قالت: إذن تظهر الأقدام؟ قال: تجره شبرين ولا تزيد على ذلك. الأمر الثاني أن يكون الحجاب فضفاضا، لا أن يكون ضيقا يحجم الأعضاء. وكم من النساء من ترى حجابها وجلبابها عليها كأنه من ثياب بيتها، وقد ضاق على جسدها وحجم أعضاءها. كما يشترط في الحجاب أن يكون صفيقا، أي غليظا لا يشف ولا يظهر من ورائه البدن ولا الثياب الداخلية، بل يكون غليظا له سمكه الذي يستر ما وراءه. ومما يجب في الحجاب ألا يكون فيه زينة ولا نقوش، وكثير من حجابات النساء اليوم فيها من النقوش المحسوسة أو المنظورة فقط، الشيء الكثير ما ترى أنها في حاجة إلى أن تضع عليه حجابا آخر. With proper hijab on, absolutely. You opened the magazine to see that? I know her family. You went on the website to see that? I know her father and mother. Did you open the magazine? She sent me the actual article. She sent me the article. On Playboy.com? She copied it and sent it to me. I didn't look at the magazine. It's
واعلموا أن المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات يحاولون الآن كسر الحواجز بين الرجال والنساء وأن تختلط النساء بالرجال في أي مكان، أن تسافر بدون محرم، أن تخلو مع غير محرم أو غير زوج، يحاولون أن لا يبقى حاجز بين الرجال والنساء من أجل أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا، لأنه لا يهمهم، لا تهمهم الأعراض، وإنما يهمهم أن يكونوا مثل الكفار، أن يكونوا مثل نساء الكفار، تكون نساء المسلمين مثل نساء الكفار. ويقولون هذا من الرقي والتقدم والحضارة، أنتم متخلفون إذا حجبتم النساء وتحفظتم على محارمكم تكونون متأخرين. إلى أين التقدم؟ إلى جهنم. هم المتأخرون، تأخروا عن الإيمان وعن الجنة إلى النار والعياذ بالله. فاتقوا الله عباد الله، ولا يغرنكم هؤلاء المنافقون والمنافقات والناعقون بأصوات الكفار الذين يريدون أن تزول الفوارق بين الرجال والنساء من أجل أن تشيع الفاحشة بينهم، لأنهم لا يغارون على الأعراض ولا يغارون على النسل ولا يغارون على شيء، إنما هم كالبهائم بل هم أضل والعياذ بالله. I didn't look at the magazine. So you didn't see her pictures then? I saw her pictures because she sent me the article. Okay, so you saw her pictures and you saw the article. Great. Is this promotion the kind of behavior that we want the Muslim community to... قال ابن القيم رحمه الله: الغيرة إذا ماتت مات القلب، الغيرة إذا ماتت مات القلب، وإذا مات القلب ماتت الجوارح، ماتت الجوارح. هؤلاء ينطبق عليهم أنهم من الصنف الذي لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا.